سعيد جدا طبعا، وسمعت الحوار من بره واتقال لي بعض النقاط الممتازه، وبشكر طبعا مصر اليوم على اعدادها لحاجه زي كده يبقى فيها نقاش مهم، نبص للمستقبل ونبص على الفتره القادمه ايه اللي ممكن يتم. فانا يعني حبيت ان انا النهارده في مداخلتي في الربع ساعه، وان شاء الله التزم بالوقت، ان انا ممكن، وطبعا الحضور المتميز اللي موجود النهارده، حبيت ان احنا برضو ندي حضراتكم كده تصور، طب ايه اهم الاصلاحات الماليه الهيكليه اللي تمت مؤخرا السنوات الماضيه، وايه كمان اللي بيحصل ويالي تنفيذه، بحيث ان احنا عندنا صوره على الوضع ايه وايه اهم الاصلاحات دي، ونستفيد بقى كلنا ان احنا نشوف ايه الحاجات اللي ناقصه، ايه الحاجات اللي نكمل عليها، ايه الحاجات اللي نبني عليها، ايه الحاجات اللي محتاجه شويه مكملات او سياسات داعمه ليها. وهركز في كلمتي على السياسه الماليه تحديدا بحكم يعني التخصص والمسؤوليه، لكن طبعا على استعداد ان احنا نتناقش في اي امور لها دخل بالسياسه الاقتصاديه كنطاق اوسع، لكن يعني شايف ان ده مهم جدا ان احنا نقول لحضراتكم طيب احنا ايه مكونات البناء المؤسسي للسياسه الماليه حاليا، وايه اللي تم. يمكن دكتور معيد كان معالي وزير دكتور محمد كان يعني موجود بقوه معانا، وهو كان معالي الوزير ساعتها، وفي حاجات كتيره من هقولها احنا اشتغلنا فيها مع بعض وهو كان بيقود العمل في هذا الوقت، وفي حاجات كتيره جاري اتخذها وبنكملها استكمالا لهذا الامر، وبحيث ان احنا ممكن على نهايه برنامج الصندوق يبقى عندنا اطار البرنامج الحالي، يعني يبقى عندنا اطار يساعدنا على فكره ما بعد صندوق النقد. وده يمكن الحوار النهارده واللي انا قريته في العناوين يعني. فخليني اقول واستغل الوقت ده ان انا احكي لحضراتكم على 10 حاجات دلوقتي موجوده مهمه ان حضراتكم تبقوا عارفينها وتبقوا على درايه بيها. اكيد جزء من حضراتكم عنده فكره بكتير من الامور دي، او جزء ممكن يبقى عنده فكره ببعض الموضوعات دي لكن مش كلها. طيب ايه العشر اصلاحات المؤسسيه او الاصلاحات الهيكليه في جانب السياسه الماليه وادارتها اللي مهمه جدا ان احنا نطرحها ونبقى عارفين انها متواجده، وازاي بتكمل بعض. الحقيقه ان قانون الماليه العامه الموحد، وهو الاطار اللي بينظم عمل السياسه الماليه وبيحط لها اطارها الاساسي وادواتها، احنا تعدل مؤخرا، وكان في بعض التعديلات المهمه جدا اللي هتبدا تنفيذها فعليا من موازنه العام المالي القادم، وهو وضفنا في هذا الوقت ضفنا تعديلات تخلي اداره السياسه الماليه تبقى اداره فعلا عصريه وفيها ادوات تتواكب مع افضل الممارسات العالميه. فمن ضمن الحاجات اللي احنا ادخلناها واللي هيتم اعداد الموازنه بتاعه 25-26 على اساسها وفقا للقانون، انه هتبقى موازنه متوسطة المدى، مش هتبقى بس موازنة فيها سنة واحدة، هيبقى فيها مستهدفات لسنتين كمان إضافيتين لأول مرة. فده بعد مهم بيبتدي يدينا فكرة إن احنا نقدر نخطط بشكل مستقبلي وبشكل متوسط المدى، وبشكل يسمح لنا إن احنا نضع أولويات على مدى زمني أطول، ونبتدي كمان تدي رؤية أفضل لباقي الوزارات على السقوف الماليه اللي ليهم ومساحه الماليه المتاحه على المدى المتوسط. فده تعديل مهم جدا، ومع هذا التعديل دخلنا فكره السقوف الماليه، فكره ان احنا نبتدي نضع سقوف ماليه لكل وزاره، اي نعم ملزمه للسنه الاولى واسترشاديه في السنوات التاليه، لكن كمان ندي مساحه اكبر للحركه جوه السقوف الماليه دي للوزارات. فده تغير كبير قوي هيبقى موجود بدايه من العام المالي القادم. احنا حاليا بنخلص كل الامور التنفيذيه، ويبتدي يدينا قدره على ان احنا ندير فعلا الموازنه بشكل استراتيجي بشكل متوسط المدى، وفي ظل سقوف ماليه الدوله تحددها في ضوء اولوياتها. في الاخر الموازنه دي موازنه الدوله، وبتعكس اولويات الدوله، وبتعكس المفروض الاولويات بالظبط، لانه فكره الاولويات دي مهمه تبقى واضحه جدا بالنسبه لنا. لن نستطيع ان احنا نقوم بكل شيء، وبالتالي محتاج الاولويات تبقى واضحه ومحدده في اطار سقف مالي كمان ملتزم، لانه زي ما الوزارات عن حق مسؤوله عن كل واحد عن خدمات اساسيه، وزاره الماليه مسؤوله كمان عن خدمه مهمه اسمها الانضباط المالي،
واستقرار الاوضاع الاقتصاديه لازم هي تلعب الدور ده. ما لو هي ما لعبتوش مين هيلعبه؟ فهي برضو هتحط السقف المالي اللي يضمن ان تقدر تقترض هذا المبلغ وتقدر تمول، مش تقترضه، تقدر تمول هذه الاحتياجات بشكل مناسب، بشكل يضمن ان الدين بيقل، مؤشراته بتقل وهكذا. فده اطار مهم قوي ان احنا بقى في مخنا انه بقى واقع دلوقتي وهيبتدي يتم تفعيله بداية من العام المالي القادم، وهو اجراء اصلاحي كبير جدا حطينا فيه معايير مهمة جدا. طيب الحاجة التانية، ويمكن دكتور حسين عيسى كان شريك معنا في هذا الامر، احنا بقالنا فترة بنعد الموازنة على اساس الموازنة التقليدية، على اساس الابواب، ونقول هنصرف فين وتروح فين الفلوس وهنمول ازاي الجهات. لكن كنا كمان بنعد الموازنة وفقا لموازنة البرامج والاداء، يعني بنحول هذه الموازنة لموازنة برامج واداء، نحط انشطة مع بعض ونجمعها ونقول هيتم بهذا الامر، هيتم الصرف على هذا الامر. لكن دلوقتي الجديد كمان ان احنا الموازنة مش بس ستعد تحليليا، ستعد وتنفذ على اساس موازنة البرامج والاداء بشكل متكامل. واحنا خدنا يعني فترة زمنية لاستكمال هذا البناء المهم، والحمد لله يمكن كان مجلس النواب من الناس اللي عشان كده بقول دكتور حسين لما كان هو رئيس لجنة الخطة والموازنة كان شريك اساسي في هذا الامر، وقطعنا شوط جيد في اعداد الموازنة. لكن دلوقتي جاي داخلين كمان في اطار مهم في تنفيذ الموازنة وتحليل الموازنة وعرض الموازنة سواء في اعدادها او في تنفيذها على اساس البرامج والاداء. ده مهم جدا لانه هيبتدي يدينا كمان تصور جيد لفكرة كفاءة النفقة، فعاليتها، حققنا ايه بالانفاق دوت، ايه النتائج اللي ممكن تتحقق، وايه القدرة والمساحة. نبتدي نقدر مقارنات بقى ما بين مصر وما بين باقي الدول، وايه المساحة الاكبر المتاحة لرفع الكفاءة ولتحسين الخدمات. فده برضو اطار مهم جدا لانه بقى هيخش في مرحلة تانية مش بس اعداد الموازنة التحليلية، لكن كمان تنفيذ الموازنة وفقا لموازنة البرامج والاداء. وكان محتاجة شوية بنية تحتية مهمة ان انت تبتدي تعمل عناصر التكلفة وتوزعها بشكل جيد، فكان محتاجة شوية فترة انتقالية، لكن قطعنا شوط جيد في هذا الامر. وده عنصر تاني مهم من العناصر المهمة لادارة السياسة المالية بشكل عام، ونقدر نتحرك من خلاله الفترة القادمة في هذا الإطار. فعندنا دلوقتي سقوف مالية، عندنا موازنة متوسطة المدى، عندنا مرونة أكتر للجهات في السقوف دي، وعندنا موازنة البرامج والأداء، شيء مهم جدا برضو في إطار إعداد وتنفيذ السياسة المالية. عندنا حاجة تانية مهمة قوي وأدخلناها السنة دي لأول مرة، هو موضوع أن في سقف دلوقتي ملزم لكافة استثمارات جهات الدولة. النهارده في سقف في تريليون جنيه، ده سقف الاستثمارات العامه وليس استثمارات اجهزه الموازنه. بتكلم هنا على الاستثمارات العامه، بتكلم على اجهزه الموازنه، هيئات اقتصاديه، شركات قطاع اعمال عام، شركات قطاع عام، جهات كل جهات الدوله بمفهوم اي حاجه ليها دخل بالدوله المصريه في تعريفها داخله جوه هذا السقف. عملنا هذا السقف. طب ليه عملنا هذا السقف؟ ايه الفكره يعني في ان يعني بتتكلم عليها كانها حاجه اضافيه؟ لا، حاجه مهمه جدا، حاجه مهمه لاسباب كتيره. واحد، ان يبقى فيه وضوح رؤيه حجم استثمارات الدوله هتبقى قد ايه، وده اطار مهم جدا للبنك المركزي وباقي جهات الدوله تبقى عارفه بالتالي حجم الطلب على العمله بسبب هذه الاستثمارات قد ايه، حجم التمويل المطلوب قد ايه. يبقى فيه وضوح رؤيه، نعرف كلنا نخطط مع بعض. كمان مهم عشان السقف دوت يدي مساحة أكبر وحافظ أكبر لينا كدولة وكأجهزة كأجهزة حكومية، إن احنا نفكر كمان إزاي ندي دور أكبر للقطاع الخاص، إزاي نشركه معانا بأدوات مختلفة إن هو يقوم بدور أكبر في الاستثمارات بشكل عام، ويدينا مساحة أكبر إن احنا يبقى في حافز. بدل ما النهارده لما يبقى انت عندك سقف وعندك مساحه وانفلوب او مساحه وحيز معين محدد، لو انت عندك طموح تعمل حاجه اكتر من كده هتبتدي تفكر لا انا ممكن افكر في المشروع دوت، ليه ما ادوش للقطاع الخاص كتشغيل واداره، ليه ما ادوش للقطاع الخاص ان هو يقوم بجزء من هذا الامر، ليه ما اخشش في شراكه في بعض الامور. تدي يديك مساحه وحافز اكبر. فوجود سقف ده مهم جدا، والسقف ده اتعمل له
قواعد او تعمل له اطر تنفيذيه لاعداده ثم اطر تنفيذيه لمتابعه تنفيذه. والحقيقه ده مهم. يعني انا بس عايز اقول ان احنا يمكن الربع الاولاني من العام المالي لسه ما لسه بيانات كلها ما استكملتش، لكن حتى على مستوى الموازنه العامه يمكن الانفاق الاستثماري احنا مسكناه بشكل قوي عشان ندي مساحه لاثناء السنه ونتاكد ان السقف ده بيتحقق. يمكن في خفض حتى عن السنه الماضيه عشان ندي رساله ان احنا جادين جدا في هذا الامر. يمكن في خفض شديد او يعني خفض مؤثر في النصف الاولاني من العام المالي ب 40-45% معدل خفض، مش عشان احنا هنستكمل بهذه المعدلات، عشان ندي رساله ان احنا جادين جدا في تحقيق السقف المالي اللي احنا وضعناه لاول مره واللي بيدي وضوح للرؤيه بشكل مهم قوي. فده اطار جديد دخل علينا وهنستكمله، هنبتدي نستمر فيه، وكل سنه نعدل هذا السقف والحد في ضوء ما يتم من اولويات وفي ضوء احتياجات الدوله والاوضاع الماليه. فده كان شيء مهم جدا. الحاجه الرابعه شموليه الموازنه، اساس كل يعني انا قاعد قدام قامات كبيره، انا حاسس ان انا في الامتحان يعني، بس لو انا طلعت بره القصه دي واتكلمت بارتياحيه، كثير من الخبراء القاعدين ده قضيه هم بيتبنوها بقالهم فتره عن حق. ويمكن دكتور معيد برضو معالي الوزير دكتور محمد كان وانا معاه وزملائنا كنا دايما بنتكلم في هذا الامر. ده اولويه مهمه جدا، والحقيقه ضروره الفتح هذا الموضوع، وفي بعض النجاحات اللي تمت بسبب فتح هذا الموضوع. انا عايز اوضح قد ايه انه طرح حوار وطرح نقاش بيبقى مفيد حتى لتمكين بعض الاصلاحات المهمه. فيعني سعداء جدا بان كتير من الزملاء الحاضرين قرنا لهم كتير من المقالات والراي او الحوارات اللي بتؤكد على هذا الامر. طب الشموليه دي ايه حاجه عمليه قمنا بيها عشان نتعامل مع هذا الامر بجديه؟ فكره النهارده وكنا في مجلس الوزراء انا والدكتور معيد، انا كنائب وهو كان معالي الوزير، وقعدنا نقول طب نعملها ايه بسرعه ولا سنه ولا خمس سنين. والحقيقه هم تبنوا راي دكتور معيد، انا كنت متبني راي مختلف، لكن بقيت بقى مسؤول عنه دلوقتي ان انا لازم انفذه. انه دلوقتي انه احنا النهارده وسعنا مفهوم الحكومه العامه. كنا بنعد زمان الموازنه على اساس اجهزه الموازنه. اجهزه الموازنه دي اللي فيها الحكومه المركزيه اللي هي الوزارات والهيئات الخدميه، مستشفيات والجامعات والمحليات، كل المحافظات. دلوقتي دخلنا على الحكومه العامه وتعرفها الهيئات الاقتصاديه كلها 59 هيئه، بقينا ندخلها ونجمعها ونطلع اي علاقات بينيه ونطلع حاجه اسمها موازنه الحكومه العامه. بتدي صوره اشمل بكتير، بتدي صوره اوسع بكتير، بتشمل معظم او كل ايرادات اجهزه الموازنه والهيئات الاقتصاديه، بتشمل كل مصروفات الهيئات الاقتصاديه واجهزه الموازنه بعد ما نشيل اي علاقات بينيه ما بينهم، بحيث يبقى في صوره موحده. طبعا ده نقله كبيره جدا في اصلاح كبير، وبتدي شموليه وعرض افضل ورؤيه اكبر، تدي صوره اكبر لهذا الامر. احنا مسؤولين دلوقتي او بنعد دلوقتي الموازنه بهذا الامر، بنتابعها على هذا الامر، وده كان اصلاح مهم جدا جدا جدا. عايز اقول شويه ارقام بس عشان تبين الفارق وقد ايه انه هذا الاجراء اجراء مهم ومؤثر ويدي صوره افضل. وعدينا الموازنه على هذا الامر اللي راحت مجلس النواب وتم اقرارها على هذا الامر، موازنه الاجهزه الموازنه العامه وموازنه الحكومه العامه، الاثنين تم عرضهم، وده هيبقى نهج دائم وتعم تعديل القانون لتنفيذ دوت بشكل مؤسسي. انا ما بتكلمش هنا على اجراء اصلاح احنا عملناه مره وخلاص، ده اصلاح دائم. بس عشان ادي بس شويه ارقام على مستوى اجهزه الموازنه التقليديه، الموازنه اللي احنا بنشتغلين بيها اجمالي الايرادات 2.6 تريليون. لما نروح لمستوى الحكومه العامه ونشيل العلاقات بنوصل ل 5 تريليون. على جانب المصروفات كانت حوالي على اجهزه الموازنه كان 3 تريليون 800 مليار، يعني بقول تقريبا. على مستوى الحكومه العامه بنروح ل 6.6 تريليون. مؤشرات تختلف تماما. على مستوى اجهزه الموازنه اجمالي ايرادات الدوله اجمالي ايرادات الضريبيه بتمثل 77-80%. لما نروح على مستوى الحكومه العامه الايرادات الضريبيه تنزل ل 38%، والايرادات غير الضريبيه تيجي ترتفع وتبقى نسبتها الاكبر. الفوائد على مستوى الحكومه المركزيه تمثل نسبه كبيره جدا من المصروف والايراد
يقترب من نص المصروف و 70% من الايراد على مستوى الحكومة العامة، المؤشرات دي تنزل 29 و37%. مش دي الدين يزيد، الفاضي الاولي تقريبا مستقر مش بعيد، الفارق ما بين هو الفاض والعجز الكلي مش بعيد يعني ما بين الاثنين. لكن انا عايز اقوله ايه، انه بتدي صوره افضل، بتدي شكل افضل، وبتدي شكل مش افضل يعني احسن كمؤشر، العكس انا بقول لك الدين هيزيد، يعني مش بضروره ان احنا بنعملها عشان نستفيد او لا، هو فكره قصه ان انت تعرض صوره كامله وشموليه ووضوح، نعرف نبص على كافه التحديات الماليه. طبعا ممكن نتكلم في حاجات كتير قوي، بس انا ايه برضو عايز اجري في هذا الامر. فده كان اصلاح مهم قوي. فاضل لي 5 دقايق صح، ان شاء الله نلتزم بالوقت. الحاجه بعد كده المهمه، احنا عمالين نتكلم على كل دي اطر قائمه النهارده وفقا للقانون وفقا للوضع وفقا لان احنا شغالين عليها واوجدنا لها خبراء وادارات معنيه بهذا الامر لاداره كل هذه الامور في وزاره الماليه. الحاجه اللي بعد كده ان برضو غيرنا لاول مره قانون الماليه العامه الموحد، وعملنا سقف لاول مره ملزم للدين الحكومه العامه ودين اجهزه الموازنه، بقى في سقف قبل كده. طب السقف ده مهم ليه؟ لا مهم جدا. النهارده احنا النهارده لما بنقدم موازنه ومجلس النواب يعتمدها، لا نستطيع انفاق اي مبلغ اضافي على اي باب الا لما نروح لمجلس النواب ونقول له احنا معلش اتزنقنا او حصل صدمه ونبرر ونبين، فبالتالي ما بنستخدمش هذه الاليه الا فعلا في حاله وجود ضروره. النهارده لما بيبقى في سقف ملزم للدين، نفس القصه، ما نقدرش نتجاوزه دون ان احنا نروح لمجلس النواب ونطلب موافقه ونعرض ونبين ونشوف ونتناقش ويحصل الموافقه دي، فبالتالي بقى في اطار مؤسسي افضل واكثر قدره على التعامل مع هذه الاولويات بشكل جيد. وعلى فكره دي كلها يعني الاطر السليمه والحديثه والعصريه عموما في كتير من الدول اللي احنا ان شاء الله يعني نستطيع ان احنا نبقى نحدث اطورنا الماليه وادارتنا للموازنه والماليه العامه بنهج اصلاحي كبير يعني. فده برضو حاجه جديده، كل دوت على فكره تم في السنتين ثلاثه اللي فاتوا او بيتم الفتره دي وتنفيذه بيتم، فحاجات كتيره كان مهم قوي ان احنا نحطها جنب بعض لانها كلها حاجات مكمله لبعض، مش حاجات فيها تكرار او فيها، دي حاجات كلها مهمه جدا. طيب نيجي بعد كده لحاجتين مهمين قوي. احنا عندنا استراتيجيه ان شاء الله نعلنها ل 2030، استراتيجيه اداره مديونيه اجهزه الموازنه العامه حتى 2030. احنا قربنا نخلصها، وفكره ان يبقى في استراتيجيه بوضوح بتحاول تعرض تصور واضح متكامل تفصيل ايه اللي ممكن نعمله عشان نحسن كل مؤشرات المديونيه، ده شيء مهم جدا قوي، سواء المديونيه الخارجيه واللي مهم ان احنا نخفضها، او المديونيه المحليه واللي برضو مهم انها تتراجع حتى لو نسبه للناتج او نسبه او مؤشرات حسابها. وبعد كده مؤشرات، هنا ما بناخدش مؤشر واحد، ده في عشرات المؤشرات اللي لابد من ان احنا نحطها جنب بعض كده ونتعامل معاها كلها. في مؤشرات كتيره قوي اللي هي دخلت خدمه الدين للايرادات للمصروفات، خدمه الدين الخارجي لحصيله الصادرات، عمر الدين متوسطه، نسبة الدين للناتج المحلي، حجم الدين الخارجي، نسبة الدين الخارجي، كل دي مؤشرات هتكون في إطار متكامل هدفها الأساسي إنها توضح إحنا بنستهدف إيه في 2030 وإزاي نخفض هذه المديونية بقوة ويبقى في استدامة في هذا الأمر على كافة الأوجه. فده برضو إطار مهم جدا هنستكمله، وإحنا إن شاء الله بصدد الانتهاء من هذا الأمر، وإن شاء الله قبل العام الميلادي ده نكون إن شاء الله جاهزين بهذا الأمر للطرح والنقاش والحوار عليه. بنفس الدرجه من الاهميه احنا بنعمل استراتيجيه جديده، ويمكن كانت جاهزه، يمكن حتى كانت جاهزه قبل انتهاء العام المالي الحالي، هو استراتيجيه للسياسه الضريبيه حتى 2030. اجلناها لسبب بسيط، ان احنا كانت شبه جاهزه، والهدف ايه؟ ان نطرح للمجتمع وممولين ومجتمع الاعمال صوره كامله تديهم قدر من اليقين ووضوح الرؤية على ايه التوجهات حتى 2030، فيعرف
اي مستثمر او ممول ان هو يخطط بقدر من اليقين، لكن كان في اصلاحات كتيره قوي راينا ان هي مهمه ان احنا نقوم بيها كمان في جانب الاداره الضريبيه، اللي هي من ضمنها التسهيلات الضريبيه والحزمه الاولى اللي احنا اعلنا عنها واللي ان شاء الله تبقى حزم متتاليه. فقلنا لا نعدل كمان السياسه والاستراتيجيه ان احنا نتوسع كمان مش بس في السياسه، في الاداره الضريبيه، لانها ليها تاثير كبير جدا على الاعباء وعلى التكلفه وعلى الجهد وعلى كتير من الامور اللي ممكن تكون فيها اخبار ايجابيه جدا. فاحنا بنحدثها النهارده في هذا الاطار، وهتكون برضو جاهزه باذن الله مع نهايه هذا الربع من العام المالي. ويبقى كده عندنا استراتيجيه لاداره المديونيه وخفضها وتحسين مؤشراتها، واستراتيجيه للايرادات الضريبيه، ازاي نقدر نولد موارد اضافيه بشكل يكون داعم للنشاط الاقتصادي، وازاي كمان نقدر نعمل ده بشكل يبقى فيه وضوح ورؤيه للجميع، يبقوا عارفين احنا رايحين فين وايه ادواتنا قدر المستطاع. لانه طبعا في حاجات ما تقدرش تقول بتفاصيل التفاصيل، لكن تقدر تقول تدي توجه عام. واخر حاجتين بقى اقولهم في سياق مداخلتي، انه برضو الشموليه الموازنه والايرادات، يمكن النهارده في مجلس الوزراء في نقاش كبير جدا، والمجموعه الاقتصاديه عندها اتفاق كبير، وانا عارف ده راي ناس كتير قوي من الاساتذه الحاضرين. هو فكره كمان انه يبقى في توحيد بقى فكره انه احنا اي نوع انواع ايرادات ضريبيه دي بيبقى ليها قانون وبيبقى ليها لائحه تنفيذيه، وعشان تصدر وتعدلها لازم يكون في اطار. كان يمكن في توسع السنوات الماضيه في رسوم كتيره كونت اعباء ماليه كبيره، وفي ذهن الناس انها ضرايب، وهي في الغالب مش ضرايب، فاحنا مش ناقصين يعني ان الناس تبقى كمان بتتهمنا باشياء مش معانا يعني كمان، فمش ناقصين ده. لكن لا، الحقيقه يعني بغض النظر عن هذا الامر مهم جدا يبقى فيه وضوح رؤيه. فدلوقتي في دراسه كامله بتتم، حاول يبقى فيه توحيد جدا لجهات التحصيل، جهات التعامل، وكمان تبسيط لهذه الامور. ويمكن ده ما تم اعلانه من السيد وزير الاستثمار واتفاق كامل مع وزاره الماليه. طبعا احنا مش عايزين نعمل حاجه يعني محتاجه دراسه متانيه، لان في بعض هذه الرسوم مهمه جدا لكثير من البرامج الاخرى في مصر، لكن محتاجين كمان انه المستثمر والممول يبقى بيتعامل مع جهه او مع جهات محدده، ويبقى عارف وضوح رؤيه ايه اعبائه. فده برضو توجه مهم قوي. واخر حاجه هقولها هي وثيقه سياسه ملكيه الدوله، ده اطار مهم قوي الدوله قامت بيه مؤخرا، لابد ان احنا نبني عليه ونكمل هذا الامر. كان في خطوات مهمه جدا في اعلانه، ما زال في كل سنه بيطلع تقرير متابعه من مجلس الوزراء، انما ده اطار مهم جدا لابد ان احنا نبني عليه ونكمله. ازاي نقدر نحدد الادوار بوضوح، ندي يقين بوضوح، وندي مساحه اكبر للقطاع الخاص، سواء من خلال الشراكه او بعض البرامج الاخرى اللي زي ما بتقال كده بتحاول تعظم من العائد للدوله المصريه والمواطن المصري. لكن ده شيء مهم واطار مؤسسي مهم تم ادخاله، ولابد ان نستمر ونبتدي نبني عليه بقوه الفتره القادمه. وشكرا، واتمنى اكون التزمت القدر المستطاع.